هذه المزرعة الحمد لله خصصناها أكثر شيء معنا الموز، والموز معنا ثلاث أنواع، موز الفريضي، وهذا الفريضي شجرته تقريبا من متر إلى ثلاثة أمتار، لكن ثماره صغيرة يعني حجمها صغير. كذلك معنا الموز البرشي، الموز البرشي شجرته كبيرة ولكن حجم ثماره كبيرة يعني ينافس الموز التايلندي. كذلك معنا الموز اللي هو الكبركبة، حجم الشجرة ماله الأم اللي هي صغيرة ولكن ثماره يعطي ثمار أكثر وثمرته توصل للأرض ولذيذ بالطعم. الموز ما يكلفنا غير الماي، يعني ما يحتاج خلابة، ما يحتاج تنبيت، ما يحتاج تقليم، ما يحتاج منه أي شيء أبداً. شجرة الموز عمرها بثمرتها، متى ما ثمرت وانقصت ثمرتها تنقص الشجرة كامل وخلاص يبتدي الفسائل مالها اللي هي تطلع وتكمل دورة الحياة. أما الشجرة بنفسها ما تثمر غير مرة واحدة فقط. الموز يثمر طول السنة، ما له وقت يثمر فيه في الشتاء ولا في الصيف، كل ما الموزة كبرت وخضت حدها تثمر في أي موسم. من أسهل الزراعة زراعة الموز، وشجرة الموز ما تموت أبدا يعني إلا إذا تعرضت للتيارات الهوائية في موسم الصيف، وكان انزرعت يعني بمكانات غير عن بيئتنا.